بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اسئلة ليسون 1 في يونت 4 من كتاب المعاصر. هنحل اسئلة الدرس الاول في الوحدة الرابعة من كتاب المعاصر. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال عندنا بيقول لي listen and complete، استمع واكمل الكلمة اللي بتسمعها بتكتبها في النقط. عندنا دايلوج حوار بين تورست وأحمد، سائح وأحمد. التورست بدأ الكلام بيقول اكسكيوز مي، معذرة لو سمحت. I am looking for the museum، أنا أبحث عن المتحف. Is it far، هل هو بعيد؟ يبقى أول كلمة هنكتبها far. رد عليها أحمد وقال له not really، يعني ليس بعيدا جدا. Walk to blocks، تخطي عمارتين. يبقى تاني كلمة blocks BLOCKS. وبعد كده كمل الكلام وقال له turn right، استدر يمينا. It's on the left، إنه على اليسار. السائح قال له did you say turn right or turn left، هل قلت استدر يمينا أم استدر يسارا؟ يبقى تالت كلمة left. رد عليها أحمد وقال له turn right، استدر يمينا. It's on the left، إنه على اليسار. بعد كده السائح بيشكر أحمد بيقول له thank you very much، شكرا جزيلا. رد عليها أحمد وقال له you are welcome، على الرحب. welcome WELCOME. بعد كده جيب لي هنا ريفيو في شكل محادثه، مراجعه في شكل محادثه. بقول لي listen and repeat، يعني دي مراجعه على يونت 3 على الدرس اللي خدناه في الوحده الثالثه بين سكر وسكره. سكره بتقول لسكر واتش اوت، واتش اوت يعني احترس. رد عليها سكر وقال لها ايه؟ اوتش. اوتش يعني اه، تعبير يدل على الالم. اوتش اوتش. بعد كده السكرة بتطمن عليه بتقول له are you okay، are you okay، هل انت بخير؟ رد عليها سكر ولا I think so، I think so، اعتقد ذلك. but ولكن look at the groceries، ولكن انظري الى البقالة اللي وقعت منه على الارض. نشوف بقى الصفحة اللي بعد كده. بعد كده بقول لي listen and complete، استمع واكمل. برضو ديالوج حوار بين A و B. A بقول لي B excuse me، معذرة لو سمحت. I am looking for the zoo، أنا أبحث عن حديقة الحيوان. Can you help me، هل يمكنك مساعدتي؟ رد عليه بي وقال له walk two blocks، تخطي عمارتين. It's on the left، إنه على اليسار. يبقى أول كلمة هنكتبها في أول نقط blocks BLOCKS. بعد كده إيه سأل بي سؤال تاني وبقول له did you say it's on the right or on the left، يعني هل أنت قلت على اليمين أم على اليسار؟ يبقى تاني كلمة did فعل مساعد بمعنى هل. رد عليه بي وقال له on the left، على اليسار. بعد كده ايه سأل بي سؤال تاني بقول له is it far، is it far يعني هل هي بعيدة؟ it بتعود على حديقة الحيوان، far far الكلمة التالتة. رد عليه بي وقال له not really، يعني لا ليس بعيدا جدا. بعد كده choose the correct answer from A B C or D، نختار الإجابة الصحيحة. number one turn right، it's on the left، on حرف الجر اللي بيأتي قبل the left أو the right هو on، يبقى في number one هنختار on. number two watch out، احترس. there is a bus behind you، تاني watch out يعني احترس. there is a bus يعني يوجد أتوبيس behind you خلفك. number three excuse me، I am looking for the library، يعني معذرة أنا أبحث عن المكتبة. number four did she say turn right or turn left، هنا اخترنا say الفعل اللي في المصدر، علشان لما بنسأل بديت لازم الفعل يبقى في المصدر بدون أي إضافات. بعد كده rearrange الترتيب. أول جملة هتبقى I am looking for the museum، جملة واخدينها وحافظينها في الدرس وسهلة جدا. فاعل، فعل مصرف في زمن المضارع المستمر. بعد كده باقي الجملة I am looking for the museum. number two سؤال بيبدأ بكلمة استفهام، تبقى what is she looking for، what is she looking for. نشوف الصفحة اللي بعد كده. number three في الترتيب سؤال بيبدأ بفعل مساعد did، يبقى أول حاجة did وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل الأساسي وبعد كده باقي السؤال. did you say turn right، did you say turn right، هل قلت استدر يمينا. number four walk two blocks and turn left، يعني تخطي عمارتين
والصدر يسارا واكتب looks and turn left. بعد كده بقولي look and write a paragraph of 5 sentences. انزل واكتب فقرة انشائية من 5 جمل. اول حاجة عايز اقول يوجد رجل، يبقى there is a man. عايز اقول يوجد امرأة، there is a woman. عايز اقول المرأة تبحث عن المتحف، يبقى the woman is looking for the museum. The woman is looking for the museum. عايز اقول المتحف ليس بعيد، يبقى the museum is not far. The museum is not far. عايز اقول انه على اليسار، it is on the left. It is on the left. بعد كده بنكتويشن، نمبر 1 الدبليو في وير، الام في ماها تنزل كابيتال زي ما هي، الان في ندى، وفي الاخر علامه استفهام علشان ده سؤال. نمبر 2 الاي في ار، والاتش في هدى، وكوما قبل هدى. ار يو اوكي هدى؟ يعني هل انت بخير يا هدى؟ الكوما اللي قبل الاسم اللي بياتي في اخر الجمله بمعناها يا، الكوما اللي قبل الاسم بمعنى يا، وفي الاخر كويستشن مارك علامه استفهام علشان ده سؤال. بعد كده بقول لي راجع الدرس قبل انتقال الدرس الثاني، اهم الجمل التي وردت في الدرس. هنقرا اهم الجمل التي وردت في الدرس. في طبعا احنا خدنا conversation، المحادثه اللي دارت بين مان وتورست، مان وومان. وومان كانت سائحه، ومان دلها على مكان المتحف، هو اللي قال لها على مكان المتحف، وصف لها مكان المتحف عن طريق ذا ماب الخريطه. اهم الجمل بقى اللي وردت في الدرس، نمبر 1 I am looking for the museum. Is it far؟ مين اللي قال الجمله دي يا حبايبي؟ woman، المراه هي اللي قالت الجمله دي. نمبر 2 walk to blocks، تخطي عمارتين. turn right، استدير يمينا. it's on the left، انه على اليسار. مين اللي قال الكلام ده؟ مان الرجل لما كان بيوصف لها مكان المتحف. نمبر 3 did you say turn right or turn left؟ هل قلت استدير يمينا ام استدير يسارا؟ هي طبعا نسيت الكلام، الكلام يعني مش كان واضح لها من اول مره، فقالت له ايه did you say turn right or turn left؟ هل قلت استدير يمينا ام استدير يسارا؟ هو بقى رد عليها وقال لها ايه turn right، استدير يمينا، it's on the left، انه على اليسار. وفي الاخر هي شكرته وقالت له thank you very much، هو قال لها ايه you are welcome، يعني العفو. have fun، اتمنى لك وقتا ممتعا. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من حل اسئله الدرس الاول في الوحده الرابعه من كتاب المعاصر. لو فاتكم اي حاجه من الدروس اللي فاتت ادخلوا على قوائم التشغيل واختاروا قائمة التشغيل سنة 5 من كتاب المعاصر، وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات اللي نزلت قبل كده. وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.